أيوة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا قبل كل شيء أريد أن أشكر كل الطاقم المسؤولين عن هذا التنظيم، مشكور جزيلا، شكر كبير لهم على كل هذا العطاء. الآن سنبدأ الكور إن شاء الله. ما قلت في الحصة السابقة قمنا بإعطاء introduction of geology، يعني دي principal domain. أما الآن في هذه الحصة ستكون حصة مركزة على stratigraphy إن شاء الله، وهي علم يعطينا كيف نحدد الزمن الجيولوجي، يعني كيف نعطي هذا الصخور تعتبر مثلا عمرها كذا وكذا وكذا إلى آخره. فهذا سنتعرف إليه في هذه الحصة إن شاء الله. كما قلت في الحصة اللي فاتت، لا جيوكرونولوجي عندنا اثنين، لا ريلاتيف جيوكرونولوجي و ابسوليت جيوكرونولوجي. الريلاتيف كرونولوجي فهي كما قلت النسبية أو والأخرى المطلقة، فهي تعتمد على مبدأ يعني علم طبقات الصخور، يعني مبدأ التراكم إلى آخره، سنتعرف إليها إن شاء الله هذه الحصة جملة إن شاء الله. أما أبسولوت جيوكرونولوجي فهي تعتمد على the datation the based on radiometric method، يعني تعتمد على the method لكي تعطينا عمر مثلا الصخور. So الاستراتيغرافي فهي هناك الاستراتيغرافي فهي الرواسب علم أو علم الطبقات الجيولوجية، فهي تعطي الرواسب مثلا، هي الرواسب التي تترسب أفقيا أو عموديا أو على الشكل الذي نراه اليوم، في مثلا دي السطحين كما نرى مثلا في مصر، مثلا دي سكسيشن اوف دي ديبو دي فوسفات مثلا، أو دي سيديمونتري، أو دي روش تأتينا من العام، أو كما نراها في الطبيعة اليومية. لكن لا استراتيغرافي فهي علم الرواسب، هي اللي تعطينا دي سيكسيشن اوف سيديمونتري ديبوزيت. ويمكن أن يصل سمكها، يعني فهذه السيديمونتري تعطينا مثلا الرواسب، قد يكون الحد الأعلى أو السفلي قد ما يقارب 100 متر، فلا حد لها، قد تكون متر، قد تكون دمي متر، قد تكون مترين، قد تكون 3 أمتار وإلى آخره، يعني على حسب دي كونديشن التي تترسب فيها. فهناك وقت طويل يعني لتكوين مثلا الصخور، فيعطينا سمكها أكبر. Geological phenomena which are of the origin of tire formation. فالحد الأعلى يعني of the strat فيسمى بالحد الأعلى،
والحد السفلي فهو يعني تسترات، يعني يكون ليميتد، حد أفقي وله حد سفلي. وقد يكون هذا الدستراس أو أوف ذا لاير قد يكون فيه مستحثات. هذه المستحثات الجيولوجية هي التي نحدد بها العمر مثلا لهذه الصخور أو إلى هذه الطبقة الجيولوجية. يعني هي معتمدة، الاستراتيغرافي تعتمد على the افشن بالريش ان the fossil. يعني هل هي فيها دي حيوانات قد عاشت مثلا في العصر الترياسي او دي كريتاسي او دي جوراسي مثلا. مبدأ علم الطبقات جيولوجيكال لاير أو ستراتوم، علم الطبقات هو مبدأ يعني فهو مبدأ is the continuous sedimentary deposit limited by two surfaces كما قلنا في الأول، فهي محدودة يعني بتو surfaces، الأفقي التحتي والأفقي. وكما قلنا فهي يعني قد تمتد ب 100 متر، يعني قد تكون متر دو متر، 3 أمتار 4 أمتار، يعني على حسب الكونديشن. عفوا، كما قلت عندما تأتي بكونديشن مثلا في التمبراتير، في درجة الحرارة كذا، أو مثلا في المياه، أو مثلا في جاني دي ستراشيوم أو دي لاير، مثلا ليمستون فهو محدود الطبقة السفلى والطبقة العلوية دي upper limit أو the lower limit. الطبقة العلوية تسمى the cold، أما الطبقة السفلى فهي تسمى the low. عفوا، كما قلت الطبقة العلوى the strat يعني is limited part to surface the upper limit and the lower limit. دي الطبقة العلوية فتسمى the cold، أما الطبقة السفلى تسمى ديوال، أما الفرنسية تسمى الدمير. هذا لوتوا دو لا كوش دو لا ستراس. The principle of stratigraphy يعني المبادئ التي نقوم يعني بتحديد عمر مثلا هذه الطبقات، فهناك عدة في هذه الحصة إن شاء الله سنتمركز على خمسة: the principle of regional horizontality, the principle of lateral continuity, and the principle of paleontological identity, and the principle of inclusion, and the principle of override. الأول فهو the principle of superposition، وهو مبدأ التراكب. يعني يأتيني مثلا طبقة مثلا من التراب، ثم يأتي من بعدها، ثم من بعدها، ثم من بعدها، يعني من الأسفل إلى الأعلى. يعني الأحدث فهو يكون في الفوق، والأقدم يكون في التحت. فمثلا هنا كما نرى الطبقة الحمراء والطبقة الخضراء والطبقة الصفراء، فالطبقة الحمراء فهي الأقدم. يعني هذا المبدأ يقول على أن الطبقة التي تكون تحت فهي الأقدم، أما الطبقة التي تكون في الفوق فهي
يعني الجديدة، فمثلا الأخضر هو حديث أحدث من الأحمر، والأصفر أحدث من الأخضر، للساندستون أحدث من ليمستون، والليمستون أحدث من كلايز. هناك مثال آخر، فمثلا هذه الطبقة هي الجديدة للساندستون، يعني هي التي نراها في الأعلى، فعندما نذهب مثلا دون التيران فنجد هذه الطبقة هي التي تغطي كل الطبقات، فنقول أن هذه الطبقة هي الحديثة وهي أحدث مثلا من كلايز، يعني هذه نجدها تحتها، أما الليمستون فنجدها تحت، فهي الطبقة. أما الأقدم، الطبقة الأقدم فهي اللي تجد هنا دي كلايل. هذا مقطع صورة لمثال حي، فعندما ننظر إلى هنا، يعني هنا مجموعة من الطبقات الحمراء بيضاء بنية، يعني مختلفة الألوان على حسب the condition of التي تكونت بها. فعندما ننظر إليها بهذا الشكل، فنقول أن هذه الطبقة القريبة هنا إلى هذه السيدة، فنقول على أنها هي أقدم طبقة في هذا المقطع، ويليها فيما بعد هذه الطبقات الأخرى. يعني هذا المبدأ الأول يقول على أن الطبقة الأولى التي تكون التحت فهي تعتبر الطبقة الأقدم، أما الطبقة التي هنا أعلى فهي تعتبر الطبقة الأحدث أو الجديدة، يعني التي جاءت من بعد كل هذه الطبقات. The principle of lateral continuity أو ما يسمى بواتر principle، فهو مبدأ، يعني مبدأ الاستمرارية، يعني فعندما نجد طبقة هنا مثلا في مثلا في المغرب، وطبقة مثلها يعني exactly مثلها مثلا في مصر، مشابهة لها في مثلا في اللون، في الديسكريبشن، في الكومبوزيشن، فنقول على انها نفس العمر، يعني غير مش ديفرنت، يعني هي لها نفس العمر. يعني لو وجدنا طبقة هنا مثلا في المغرب، وطبقة مثلا في الجزائر أو مصر وعدة دول فهي متشابهة، فنقول على أنها لديها نفس العمر، غير أنها لا بد أن يكون نفس دي يعني نفس the composition and the principle of the formation and مثلا لو كان عندنا the fossil، فنقول على أنها نفس لديها نفس العمر. فمثلا في هذه، كما نلاحظ في هذه الصورة، فهناك طبقات حمراء وطبقات تحتها يعني بنية سوداء أو قريبة إلى السواد، فنقول على أن هذا مثلا هذه الطبقة الحمراء الموجودة هنا في الأعلى كما نراها هنا، فلديها نفس العمر،
يعني نقوم بكورليشن، يعني التنديد، يعني هي نفسها نفس ديكومبوزيشن، يعني من مكوناتها وكل شيء، يعني فنقول على أنها نفس العمر. كذلك الطبقة التي هنا في التي تحتها، التي تميل تقريبا إلى البني أو إلى السواد، فنقول فنجدها مثلا في هذه المنطقة، فنقول على أنها لديها نفس العمر. المبدأ الثالث هو the principle of paleontological identity، يعني إذا وجدنا مثلا طبقة مثلا هنا مثلا بالطبقة بي مثلا هنا في المغرب، ونفسها الطبقة بي في مصر، ونفس الطبقة هنا بي مثلا في دولة أخرى، ونجد أن مكوناتها يعني الحفريات الموجودة هنا هي نفسها الموجودة في مصر، هي نفسها الموجودة مثلا في الجزائر، هي نفسها الموجودة مثلا في تونس إلى آخره، هي نفسها الموجودة مثلا في ألمانيا أو في دولة أخرى، فنقول على أنها لديها نفس العمر. لديها نفس العمر، يعني طبقتان يعني تتكون من نفس الحفرية، دونك في دي كونكلوجن فهي لديها نفس العمر. كما نأخذ مثال آخر، فمثلا الطبقة مثلا دي فهي تتكون من هذه مثلا دي براكيوبود، فنجدها هنا على طول الأرض، نجدها يعني موجودة في مثلا في طبقة أخرى مثلا في مصر أو في، فنقول على أنها نفس لديها نفس العمر. فلا نأخذ بعين الاعتبار مثلا دي كيلومتر مثلا. The principle الرابع وهو the principle of انظر، وهو يعني مبدأ يعني التداخل. فعندما نأخذ مثلا الطبقات، فهي عندما تأتي لأول مرة يعني ديبوزيت، فهي تكون أفقية، مثلا طبقة واحد فوقها طبقة اثنان، فوقها طبقة ثلاثة، فوقها الطبقة أربعة وإلى آخره. يعني فعندما يأتي انضغاط من كلتا الجانبتين، من كلتا الجانبين، فعندما مثلا نأخذ مثلا مسطرة، فهي المسطرة تكون صلبة، فعندما نضغط عليها من كلتا الجانبين، عندما نقوم بالضغط عليها فهي تنكسر. وكذلك نفس دي برنسيب نفسه نطبقه على الصخور. فعندما نطبق مثلا الضغط من هنا والضغط من جهة اليمين وجهة اليسار، يعني يحدث انكسار على مستوى الطبقات، فنقول على أن هذا الكسر فهو يعني يأتي من بعد هذه الطبقات. فعندما سنقوم الآن ب يعني بتطبيق جميع هذه the principle التي قلناها الآن، الأول فهو the principle of superposition، عندما نقول الطبقة جاءت الطبقة الأولى، ثم ثلاثة الطبقة الثانية، ثم الطبقة الثالثة، ثم الأقدم، ويبقى هذه الطبقات، يعني الطبقة الأقدم تليها هذه، تليها ثم هذه، ثم هذه، ثم الطبقة السادسة، يعني السادسة أقدم من الخامسة، والخامسة أقدم من الرابعة، والرابعة أقدم من الثالثة إلى آخره.
وفي وقت يعني مرور مثلا عدة سنوات، يعني جاءني مثلا اندغار من هذه التكتونيك، اندغار من كلتا، من الناحية اليمنى ومن الناحية اليسرى، فأحدث انكسار. يعني هذا الانكسار فهو يأتي من بعد، يعني من بعد ديبوزيت دي اوف دي دي سترات، يعني من بعد ما جاوني، من بعد ما ديبوزيت لا كوش لا سترات 1 جوسكا لا سترات 6. طب من الطبقة الأولى إلى الطبقة السادسة، يعني هنا نقوم بالكرونولوجي، كرونولوجي رولاتيف، نقوم بتأريخ هذا المقطع. كما بالنسبة الحال هنا، كما نلاحظ دي فلوت، كما تنظرون إلى هذه الصورة، يعني جاءت هذه الطبقات يعني من بعد طبقنا الطبيعة، طبقت بضغوط، يعني سواء من الجهة اليمنى أو الجهة اليسرى ومن كلتا الجهتين، فأعطاني هذا الشكل the float، هذا الانكسار. يعني هذا الانكسار فهو يعني هو الأحدث من هذه الصخور، من هذه الترسبات، عفوا، من هذه الترسبات. فمثال هنا أيضا، مثال في الطبيعة، فهو كما نلاحظ هنا the float، كما نلاحظه هنا، فنرى أن هذا الانكسار يعني قام بكسر هذه الطبقة البيضاء، فنلاحظ أن هذه الطبقة البيضاء هنا أصبحت في العلو، يعني أصبحت متباعدة عن أختها، فهذه الطبقة هي نفسها الموجودة هنا. فنلاحظ أن هذا الانكسار أحدث يعني افتراق ما بين هذا النوع من الطبقة وهذه الطبقة، مثلا هذه الطبقة، مثلا هذه الطبقة واحد، هذه الطبقة واحد، أما هذه الطبقة فوقع خلل فيها، يعني فجاء لو قمنا بالأحداث الجيولوجية التي وقعت هنا، قد نقول جاءني يعني of the condition، جاء هذا السوق الهرسينيا، من بعد جاء هذا الكوش، هذا كما نراه الستراس الأبيض، من بعد مثلا مرور عدة سنين وعلى عامل الضغط أحدث لي هذا الشق، مثلا the float، يسمى بالفرنسية the fail، the float الذي أحدث إلي خلل هنا، يعني هو الذي يعني قام بفرق هذه الستراس. The principle of inclusion فهو مبدأ يعني التضميم، يعني الذي نلاحظ مثلا قطعة عندما تتكون، فنلاحظ مثلا جاءني لسيديمون طولوجي آه، ثم من بعدها ثلاثة الطبقة الثانية، من بعد أرى أن هنا تم اختراق الطبقة الأولى والثانية بطبقة ثالثة، هذه الطبقة الثالثة فهي دي ماجماتيك ليكيد، يعني صهارة، يعني عندما جاءتني صهارة فاخترقت هذا الأول والثاني، يعني فنقول على أن هذه الطبقة الثالثة هي الأحدث من الطبقة الثانية والأولى إلى آخره. فعندما نلاحظ هنا فنقول على أن الرابع أحدث من الثالثة، لأن
الأولى والثانية نراها مخترقة بالثالثة، ونرى أن الرابعة قطعت الأولى والثانية والثالثة، يعني هي التي أصبحت العلوية، إذن فإنها هي الأحدث. أعيد، على أن جاءتني الطبقة الأولى، ثم تلاتها الطبقة الثانية، ثم الطبقة الثالثة، ثم في الأخير الطبقة الرابعة. كما نلاحظه هنا في هذا المقطع، الصهارة عندما تأتي من العمق فتقوم باختراق الصخور الموجودة فوقها، فعندما هذه الصهارة عندما تتبرد أفقيا، يعني أفقيا مع هذه الصخور، نقول تسمى ديسيد. أما إذا تبردت عموديا، يعني تبقى مخترقة للصخور، مثلا هذه كمثال هذه، فتسمى دي دايك. فنقوم الآن بالتأريخ، يعني جاءت هذه الطبقة الزرقاء، ثم تلتها الطبقة السوداء، ثم جاءني نفس الكونديشن التي تكونت في هذه الطبقة الزرقاء، أعيدت هنا. مثلا هذه الطبقة الزرقاء أحدث من هذه، وهذه الطبقة الزرقاء أحدث من هذه الطبقة الأولى، رغم أنها نفسها، يعني الميم نفس الكومبوزيشن، يعني نفسها. عفوا. ثم في الأخير جاءني ديزنكلوجن، قام باختراق كل هذه الطبقات، يعني فنقول على أن هذا مثلا هذا السيل أو الدايك هو أحدث من هذه الطبقات التي جاءتني في الأول. أعيد، يعني الطبقة الأولى هي الطبقة الزرقاء، ثم جاءت طبقة سوداء فوقها، ثم أعيدت نفس الطبقة فوقها، فجاءني في الأخير دي دايك أو دي سيل. فهنا أيضا نفس المثال، يعني هنا كما يبين هنا، يعني جاءتني هذه الطبقة الزرقاء، ثم فوقها هذه الطبقة الخضراء، ثم فوقها أعيدت نفس الطبقة الزرقاء، ثم الطبقة الحمراء، وفي الآخر قيمة هذه الطبقات، هذا دي دايك قام باختراق كل هذه الطبقات، يعني الطبقة الأولى هي هذه، ثم تلتها الطبقة الثانية الخضراء، ثم الطبقة الثالثة، ثم الرابعة، وفي الأخير قيمت كل هذه الطبقات، دي دايك قام باختراق كل هذه الطبقات، فنقول على أنه هو الأحدث من هذه الطبقات القديمة. فهذا مثال في الطبيعة كما نرى في هذه الصورة، كما نرى هذه الصخرة، هذه نراها أنها مخترقة بهذه الطبقات البيضاء، هذه الطبقة البيضاء يعني ليست نفسها كنفس هذه الصخرة، فنقول على أن هذه الطبقة البيضاء هي الأحدث من هذه الصخرة. مفهوم؟ يعني هذه الطبقات، هذه البيضاء مثلا، هذه وهذه 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 وهذه، فهي أحدث من هذه الصخرة، يعني نفس مثال هنا، يعني كمثال إلى هذه أو إلى هذه، يعني هذا مثال حقيقي في الطبيعة. مثال آخر، كما نرى هذه الصخرة يسمى بالبازلت، يعني هي التي تتكون في مثلا في المياه، أو
كما التي نراها في فوس أوسيانيك. هذه ديبازلت نراها أنها مخترقة بطبقة خضراء بهذه، فنقول على أن هذه الطبقة الخضراء فهي الأحدث من هذه الصخرة، وهذه الصخرة هي القديمة. كما نرى هنا مثال آخر لدايك يقطع مجموعة، يعني يقطع مجموعة من الترسبات. كما نرى هنا الترسب الأحمر ها هو هنا، يعني مكتمل هنا، والأبيض أيضا كما نراه في الجهة الأخرى. فنرى أنا بعد مرور مثلا عدة أعوام جاءني هذا الضيك فاخترق لي جميع هذه الصخور، فنقول على أنه هو هذا الضيك هو الأحدث من هذه الترسبات هنا. أما بالنسبة للتأريخ إلى هذا المقطع، فنقول الطبقة الحمراء جاءتني الطبقة الحمراء، ثم تلتها الطبقة البيضاء، ثم من بعد جاءني هذا الدايك أو الانكلوجن. فهناك في علم الطبقات هناك دي اكسبشن، يعني دي some exception دي، يعني ما exception. So عندما مثلا تقوم مثلا بالضغط مثلا على هذه مثلا على هذه الطبقات من اليمين ومن اليسار، عندما نقوم بالضغط عليها، يعني إذا كانت غير صلبة جيدا، يعني لا تعطينا انكسار، يعني تعطينا مثلا التواءات، يعني لا تقوم بانكسار فور يعني الانضغاط، يعني تعطينا التواءات كما نراه هنا. يعني إذا كانت هذه الصخور متكونة يعني غير صلبة بما فيه الكفاية فهي لا تنكسر، فتعطينا على هذا الشكل، يعني التواءات. كما نأخذ مثلا مثال إسفنجة، عندما نضغط عليها من كلتا الجانبين فهي لا تنكسر ولكنها تتشوه، يعني تتشوه، تعطينا دي التواءات. فنقول على أنها بما يسمى ديبلي، يعني هذه التواءات تسمى ديبلي. عندما نطبق the principle of superposition، principle of superposition، فنجد هنا الطبقة، هذه الطبقة هي الأحدث هنا، وتليها الطبقة الزرقاء، ثم تليها الطبقة الحمراء. فعندما نغير الوجهة، نذهب مثلا عندما نجدها مثلا على بعد مثلا 10 أمتار أو 5 أمتار، نجد على أن الطبقة الأحدث هي الطبقة الحمراء، والطبقة الأقدم هي الطبقة هذه البنية، وثم نبتعد منها على مترين أو 5 أمتار، نجد أن أعيدت نفسها كالأولى. يعني هنا يجب يعني النظر في هل هي مكونة، هل هذه الصخور، يعني هل هذه دي سيديمو، هل هذه الطبقات غير ملتوية، أو يجب النظر في فوريجن، يعني على في الحدود مثلا. يعني هذا دي برانسيب، يعني لا يطبق على جميع بستراس، يعني يكون هنا ديز اكسبشن، كهذا المثال الذي أعطيته لكم الآن، مثلا الالتواءات. كما نرى هنا في هذه الصورة، نرى مجموعة من الترسبات هنا، يعني على كما نرى هنا التواء، يعني جاءت من هنا ثم دارت من هنا، ثم يعني مجموعة من الالتواءات هنا وهنا وهنا. يعني عندما
أرى على أن هذا الدسترات عندما أذهب معه أجده على أنه رجع إلى هنا ثم إلى هنا. يعني هذا الدسترات هذا يكون هنا الأقدم، عندما أجده هنا الأحدث، ها هو هنا، يعني أعيد هنا، يعني هو الأحدث. يعني يجب الانتباه إلى هذه الأشكال. يعني هذا البرنسيب لا يطبق على مثلا على جميع ما يكون في الطبيعة. The nature of the contact، فهناك the stratigraphic grave، يعني هناك the regional stratigraphic grave، يعني هناك مثلا نجد الطبقة مثلا A تليها الطبقة B تليها الطبقة C ثم في الأخير طبقة F، يعني وهنا لا نجد الطبقة مثلا دي، فنقول على أن هنا عندنا دي ريجيونال ستراتيجرافيك جيب، يعني هنا لا نجد هذه الطبقة، نجد اي و بي و سي و اف، ولكن لا نجد دي و اي، لا نجدهما معا. فنقول على أن لدي هنا دي ريجيونال ستراتيجرافيك جيب، يعني هذه الطبقة غير موجودة أصلا في مثلا في المغرب، غير موجودة مثلا، أو في مدينة من المدن. عندما أمشي أذهب مثلا إلى جهة معينة لا أجد مثلا هذه الطبقة، فعندما أتحدث على هذه الطبقات فيجب أخذ بعين الاعتبار في الطبقات هي هذه الطبقات فليشيل ستراتيغرافي، هذه الطبقات التي نتحدث عنها، الطبقة واحد، طبقة اثنان، الطبقة ثلاثة، الطبقة أربعة. فهناك انقسامات لليشيل كرونو ستراتيغرافيك انترناسيونال، يعني يعني نجد هناك فواصل زمنية. فعندما نذهب الأقدم، الطبقات الأقدم على الكرة الأرضية فهما البريكومبريان، هما الطبقات الأقدم، وهي أيضا عفوا بما يسمى عفوا بما يسمى بإينوتيم أو بإيون، فهما الفاصل الزمني الجيولوجي الأكبر. يعني لديه عفوا عفوا فهو لديه زمن، هو الفارق الزمني الكبير، فنجده هو مثلا لابريكومبريا يمتد من ناقص 4 ملايين سنة إلى ناقص 441 مليون سنة، ما يسمى the eratim أو إيون. فهو مقسم إلى بريكومبريا و الباليزويك والفانيريزويك وفي الأخير كواترن دي بروكومبريان والفانيروزويك. وهذا الإينوتيم أو الإيوتيم فهو كذلك ينقسم إلى عدة أقسام، فهو ينقسم مثلا إلى الأركيا والبروتوريزويك بما يسمى بالإيراتيم أو الإيغ، هذه الحقب تسمى دي إيراتيم أو دي إيغ، وهو التقسيم للعصر، هذا يسمى العصر الجيولوجي، أما هذا فيسمى التقسيم للعصر الجيولوجي بناء مثلا على النتائج علم الأرض تم الحصول عليها من هذه عن طرق التأريخ المطلقة كما قلنا، ده السيديمونتولوجي.
فهي مثلا دي بخي كومبريان ينقسم دي اركيا اند دي بروتوزويك، اما دي فانيروزويك فهو ينقسم الى الباليوزويك والميزوزويك والسينوزويك الذي نراه هنا. وكل هذه التقسيمات لديها تأريخ زمني، فمثلا الأركيا يمتد من ناقص 4000 مليون سنة إلى ناقص 2500 مليون سنة، وكذلك تليها الطبقة الأخرى التي فوقها من ناقص 2500 مليون سنة وتمتد إلى ناقص 541 مليون سنة، تليها الطبقة التي فوقها مثلا دي فانيروزويك يمتد من ناقص 541 إلى الآن، يعني إلى الحال، إلى ناقص، يعني ناقص زيرو إلى الكواترنير. وهذا أيضا الإيراتيم أو الإير فهو ينقسم أيضا إلى تقسيمات أخرى، ينقسم إلى حقبة بما يسمى حقبة جيولوجية لفترة زمنية، يعني هذه الحقبة الجيولوجية تنقسم إلى فترة زمنية. مثلا دي بروتيروزويك ينقسم إلى ثلاث أقسام، دي باليو بروتيروزويك يليه فوقه ميو بروتيروزويك ويليه في الاخر نيو بروتوزويك. كذلك بالنسبه للفانيروزويك فينقسم الى ايضا الى اقسام اخرى، الى مثلا الكومبريا، اوردوفيسيا، سيلوريا، يليه فوقه الديفونيا الى اخره. وكل هذه الطبقات لديها حد يعني محدوده يعني بعمر، يعني فمثلا عندما نتحدث السيلوريان فهو يبدأ من ناقص، عندما نرجع إلى الوراء إلى ناقص 443 مليون سنة إلى ناقص 419 مليون سنة. يعني فعندما نجد مثلا طبقة فهي حددت أيضا، فهذا الإيراتين او دقيق فهو ايضا ينقسم الى سيستم او دي بيريود دي سيستم او دي 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 سيستم او دي سيري او دي ايبوك. وهذه ايضا تنقسم الى ايتاج او اج كما يطلق عليها الزمنيه الجيولوجيا الزمنيه، فهي حددت بالتاريخ الزمني. علم مثلا هناك دي فوسيل، او كما نلاحظ هذه كبانتور هنا، فهي حددت بالجيوكرونولوجي كما قلت لكم سابقا، فهي تاريخ زمني محدد. مثلا هنا في هذه الطبقة هنا ما بين جيرفينيا والفرازينيا نجد أن عمرها 382 مليون سنة، فهي حددت مثلا بعلم لا جيوكرونولوجي. وأرجع هنا إلى الدرس. كما قلت عندما نتحدث على هذه الطبقات فإنني يعني أقوم بتبسيط الأمور، فإنني أتحدث عن طبقات، عن حقب جيولوجية وعن زمن جيولوجي قد مر بهذه الطبقات. فمثلا عندما أرجع إلى هنا فهذه الطبقات فقد تكونت في عصر جيولوجي، مثلا في الفانيروزويك أو بريتروزويك، فعندما أحددها بماذا أحددها؟ أحددها بالجيوكرونولوجي أو مكوناتها. هل هي مكونة مثلا يوجد فيها دي فوسيل او دي كاركترستيك اوف دي فوسيل لكي تعطينا عمرها، يعني اكزاكتلي هل هو فانيروزويك او دي باليوزويك او دي سينوزويك او كواترنير الى اخره. كما قلت
للناتشر دو كونتاكت، عندما لا أجد مثلا طبقة أو طبقتين فنقول على أن هذا الاختفاء يعني اختفاء حدث في يعني ريجيونال، لا أجده هنا فنقول ريجيونال ستراتيغرافيك جاي. أما هنا the local stratigraphic game، يعني مثلا طبقة، مثلا جاءني طبقة I، تلتها طبقة B، ثم تلتها طبقة C، ثم تلتها طبقة D، ثم الطبقة E. لكن عندما أكون في هذه المكان، مثلا في هذه المكان أجد كل الطبقات، لكن عندما أبتعد عنها بعدة كيلومترات مثلا 10 أو 20 لا أجد هذه الطبقات، أجد الطبقة I فوقها الطبقة B، وأجد الطبقة E فوقها، يعني لا أجد هذه الطبقة C والD. مثلا أجد هنا الكومبريا، يليه الأوردوفيسيا، ثم السيلوغيا غير موجود، وأجد ديفونيا هنا. يعني السيلوغيا هنا هذه الحقبة الزمنية غير موجودة. يعني نقول أن هنا عندنا دي لوكال ستراتيغرافيك جيم، يعني ما نقولش بأنها ما كيناش، مثلا لا توجد عندي في هذه المنطقة كاملة، لكن موجودة هنا، ولكن غير موجودة مثلا على بعد مثلا 10 كيلومترات أو 5 أو 6، فنقول أنا the local stratigraphic game. Another example, the angular displacement، فهو يعني هذه الصخور كيف تطابقت مع يعني كيف تكونت مع بعضها. مثلا جاءتني مثلا الطبقة I، ثم تلتها B حتى الطبقة E، ثم حدث the erosion، يعني الحت إلى كل هذه الطبقات، لكن هذه الطبقات عندما أحدث عليها الضغط مثلا من مثلا الجهة اليسرى والجهة اليمنى، فهذه الطبقات فقامت بالميلان، مالت بعض الشيء، يعني قامت مثلا بالميلان ب10 دوغري أو 5 دوغري، لكن بعدها جاءت إيروجن يعني حتى إلى كل هذه الطبقات، وفي الآخر جاءتني طبقات أفقية فوقها تماما، أفقية يعني أفقية عليها طبقة جي و إتش. يعني نقول على أن nature the contact here is angular، يعني تكون حد لونجل لأنجل ما بين هذه الطبقة، هذه الطبقة الزرقاء مثلا، هذه الطبقة مثلا، هذه الطبقة الصفراء، يعني تكون the angle مثلا دو 15 دوغري أو 10 دوغري، فنقول the nature of contact here is angular displacement. كما نلاحظ في هذا المثال، نلاحظ على أن هذه الطبقات هنا مائلة بعد الشيء، كما نراه هنا هذا تكبير إلى هذا المقطع، نرى هذه الطبقات مائلة إلى هنا، ونرى هذه الطبقات جاءت أفقية عليها، فنقول على أن هنا لدي توافق دي أنجلير سميزمنت. يعني كما نراه أيضا في هذا المثال الآخر، هذه صورة لمقاطع جيولوجية حديثة في الطبيعة. هذه نفسها تحدد the angle ما بين هذه الصخور الأفقية والأخرى الملتوية، فهي نفس هذه الصخور، لكن الضغط الذي أحدثناه هنا ليس هو نفسه هنا،
لكن ليس يعني مثلا هنا الضغط من جهة واحدة، أما هنا من كلتا الجهتين، مثلا الجهة اليمنى والجهة اليسرى، وأعطاني هذه الالتواءات، ثم إيروجن من بعدها جاءتني هذه الطبقة جي أند الطبقة اتش، يعني فنقول هنا أن التوافق دي أنجلر سميتمنت. كما نراه هنا مثال يعني حي في الطبيعة، نرى هذه الطبقات ملتوية، يعني هذه استكمالها هنا، يعني أراها أنها ملتوية، ثم جاءتني طبقات أخرى من فوقها. أما هنا في هذا المثال سأقوم يعني بإعطاء سلسلة، يعني سلسلة زمنية إلى هذا الحدث الجيولوجي الأخير. فعندما أذهب مثلا أنا إلى الطبيعة، أرى هذا المقطع، أرى إلا هذا المقطع، أرى الكوش دسترات الأخضر، فوقه دسترات الأصفر، ثم يليه هذا، ثم هذا، ثم هذه الطبقات كلها مقطوعة، ثم يليه الطبقة الأحمر والطبقة الأصفر. يعني ماذا يجب علي أنا أن أعمل؟ يجب أن أقوم بالأحداث، يعني بتأريخ كل هذه الأحداث التي حدثت هنا، كلها التي حدثت هنا، فأقوم بإرجاع الأحداث إلى الوراء. يعني تكونت إلي في الأول الطبقة الخضراء، ثم تلتها الطبقة الصفراء، ثم من بعدها هذه، ثم الطبقة الزرقاء، ثم من بعد ذلك قمت بالضغط، يعني مثلا الطبيعة قامت بالضغط مثلا من كلتا الجهتين، ثم أعطتني هذا الالتواء، من بعد تم دي أوروجن هذه الطبقات كلها، يعني قام يعني الحد، هذه الطبقات لم تبقى عندي، يعني تحولت مثلا إلى منطقة أخرى، يعني جزء من هذه الطبقات لم يعد موجود هنا. ثم من بعد ذلك تلتها الطبقة الحمراء ثم الصفراء، يعني هنا عندما أذهب أنا إلى مثلا الطبيعة أجد إلا هذا المقطع، يقوم الجيولوجي بالأحداث الجيولوجية التي حدثت في هذه المنطقة. كمثال مثلا إلا هذه، فهي نفسها كمثال مثلا إلا هذه فهي نفسها في هذا المقطع الأخير، يعني عند أذهب إلى الطبيعة فأجد إلا هذه، فيجب علي أن أعيد الأحداث إلى الوراء لكي أقوم بالتأريخ، لأقوم بالأحداث الجيولوجية التي حدثت هنا. مفهوم؟ الكل تمام؟ سأقوم الآن بأمثلة، يعني لتقوموا ب يعني باستحضار كل هذه the principle of stratigraphy. فعندما مثلا أرى مثلا هذا المقطع هنا، فهو مقطع جيولوجي، سأقوم يعني بحث الأحداث الجيولوجية التي حدثت هنا، يعني أرى الطبقة بي هنا، وأرى كل هذه الطبقات مقطوعة بهذا الطبقة R وهو the dike، وأرى default أرى هنا، أرى أن كل هذه الطبقات مقطوعة، يعني سأقوم بالزمن الجيولوجي بتطبيق كل هذه القواعد التي درسناها هنا. في الأول the principle of superposition، يعني مبدأ التراكب، يعني أرى هنا أن كل هذه الطبقات من B إلى I هنا،
أراها على أنها مقطوعة بهذه الطبقة air كما قلت لكم سابقا، مما يسمى دايت. وكل هذه الطبقات من بي إلى اي وair مقطوعة بهذا الكسر ديفولت، ما يسمى ديفولت. يعني هذه ديفولت هو الأحدث، يعني هو الذي قام بقطع كل هذه الطبقات الموجودة هنا، قام بقطع من طبقة بي إلى الطبقة اي، وقام أيضا بقطع هذا الدايك اير. ونرى على أن هذا الدايك قام أيضا هو بقطع كل هذه الطبقات، يعني من بي إلى اي، فنقول على أنه هذه الطبقة اير هي أحدث من كل هذه الطبقات، من بي واكس وكيو وجي وان جسكا إلى الطبقة اي. يعني أنا أقوم بإرجاع الأحداث إلى الوراء، يعني الأحدث هنا هو ديفولت هذا اش، هذا الكسر، ثم تلاه من قبله اير. وفي الأول يعني جاءت لهذه الطبقات الطبقة باي، ثم تلتها الطبقة اكس، ثم كيو، ثم طبقة هذه إجريج أجدها هنا، أجدها هنا، ثم ولا أجدها في الجهة الأخرى. فنقول أن هنا لدي استراتيغرافيك لاكي، لكنني ثم من بعدها الطبقة كي، ثم الطبقة دي، ثم الطبقة جي، ثم ان، ثم اي. يعني جاءتني كل هذه الطبقات، يعني جاءت افقيه كما قلت لكم هنا، جاءت افقيه من الطبقه مثلا اي بي سي دي جسكا حتى هذه الطبقه الاخيره، يعني من الطبقه بي الى الطبقه اي، جاءت في الاول افقيه، ثم عن طريق الضغط قامت هذه كل هذه الطبقات بالميلان إلى جهة، إلى جهة بالميلان بمثلا ب 10 دوغري أو بخمسة، 5 درجات أو 10 درجات. ثم من بعد كل هذه الطبقات قام هذا الدايك باختراق جميع هذه الطبقات من بي إلى اي، قام باختراقها. ثم في الأخير جاءني هذا ديفولت ذا اش، قام باختراق كل هذه الطبقات الموجودة هنا. والحدث الآخر هو the erosion، يعني the contact here ما بين هذه الطبقات والطبقات التي تلتها. يعني هذه الطبقة M و L هي الأحدث من كل هذه الطبقات، يعني هي التي جاءتني في الفوق. لكن the nature the contact here is angular، يعني أرى هذه يعني تشكل angle ما بين هذه الطبقات والطبقات الأخرى بمثلا ب 10 دوغري أو 5 أو 10 درجات. يعني أعيد الأحداث من الأول، جاءتني الطبقة بي إلى الطبقة اي، يعني أفقية، ثم أقيم هذا الدايك قام باختراق كل هذه الطبقات، ثم عن طريق الضغط قامت هذه الطبقات بالميلان ميلان، ثم مالت يعني إلى جهة معينة، ثم جاءني هذا الكسر من بعد كل هذه الطبقات، جزء من هذه الطبقات أزيل يعني عن طريق الحد. ثم من بعده
جاءتني الطبقة M ثم الطبقة L. هذه الصورة، هذه المقاطع تقوم يعني بإعطاء الأزمنة الجيولوجية التي حدثت. يعني جاءتني الطبقة B 3X إلى الطبقة D، إلى الطبقة عفوا I. ثم من بعد قام هذا الدايك إير، قام بقطع جميع هاته الطبقات التي قد مالت عن طريق الضغط، أو يعني هو الأحدث من هذه الطبقات. ثم جاءني هذا الكسر، يعني الذي قام بقطع كل هذه الطبقات، فنقول على أن هذا الكسر H هو الأحدث من R والأحدث من هذه الطبقات كلها. ثم الحدث الآخر هو origin، يعني الحث لكل هذه الطبقات من بداية من B إلى A و R، يعني إزالة جزء عن طريق طبيعيا، إزالة جزء من هذه عن طريق الحث. ثم في الأخير جاءتني الطبقة M و L. هذا مثال آخر. لو يريد أي حد منكم يعني يشتغل عليه حالا فليتقدم. يعني يقوم بتطبيق كل هذا الذي درسناه اليوم، يقوم بتطبيقه في هذا المقطع، يعني وسنتعاون إن شاء الله. من يريد؟ لو في حد ننتظر إلى هناك مجموعة من التمارين الأخرى إن أراد أحد المشاركين إن شاء الله. حسنا، سأقوم ب يعني بتصحيح هذا المقطع إن شاء الله. أنا أنظر إلى هذا المقطع هنا، يعني هذا الذي نجده مثلا في الطبيعة. يعني فأنظر إلى هنا، أجد هذا مثلا A يقطع لي كل هذه الطبقات، الطبقة M و K و B و D و F و G. وأرى أيضا هذا الكسر H يقطع لي الطبقة M وطبقة C وطبقة K وطبقة B، وأجد هنا فوق كل هذه الطبقات A N و G. لكن يجب على الجيولوجي أن يقوم يعني بالأحداث الجيولوجية التي وقعت في هذه مثلا في هذا مثلا في هذا المكان. يعني انطلاقا من هنا أجد أن A هذا الانكلوجن، يعني يقوم بقطع كل هذه الطبقات، يعني M و C و K و B و D و F حتى الطبقة J. فنقول على أن A أنا I هو الأحدث من كل هذه الطبقات، أو الأحدث من J والأحدث من F والأحدث من D والأحدث من B والأحدث أيضا من C و M. لكن عندما أتي إلى هنا أجد أيضا هذا الكسر أيضا يقطع M ويقطع C ويقطع K ويقطع B إلى هنا. فأقول دونك هنا لدي اثنان، لدي هذا الكسر
وآي يقطع لي مجموعة من الطبقات، فأقول على أن جاءتني الطبقة، فأرى هنا أن آي يقطع إلى الطبقة جي، وأرى أن هذا الكسر يقطع الحد الأخير هو الطبقة بي، فأقول على أن هذا آي آي هو الأحدث من H، يعني جاءتني في الأول الطبقات M، ثم تلتها الطبقة C، ثم الطبقة K، ثم الطبقة B. والحدث الآخر هو هذا الشق أو الديفولت، هو الذي قام بقطع كل هذه الطبقات، الطبقة M والC والK والB. والحدث الآخر هو the erosion، الذي قام الحث الذي حدث هنا، يعني جزء من هذه الطبقات لم يعد، الطبقة من الطبقة M إلى الطبقة B، ثم بعد ذلك جاءتني الطبقة D، ثم الطبقة ثالثة الطبقة F، ثم الطبقة الأخيرة J، والطبقة وثم جاءني هذا inclusion I، هو الذي قام بقطع كل هذه الطبقات، يعني I هو الأحدث من هذه الطبقات من دي إلى جي، وهو الأحدث من كل هذه الطبقات، وهذه الطبقات دي اف وجي هي الأحدث من بي وكي وسي وام. ثم قام هنا الحت بقطع جزء من هذه الطبقة جي، يعني هنا قد يكون لكن هنا جي و اه، قام الحت بقطع جزء من هذه الطبقة، طبقة جي، وجزء أفقي من هذا the occlusion fluid A، ثم من بعد ذلك جاءت A و N و G، وأعيد أيضا نفس الحث إلى كل هذه الطبقات الموجودة هنا تحت، وجاءتني الطبقة الأفقية L، وهنا أجد هنا تفوق مع هذه the straight avec the angle، يعني أقول هنا the angle Smith، وأيضا هنا أعيد من الأول، يعني جاءتني في الأول الطبقة M، تلتها الطبقة C، ثم الطبقة K، ثم الطبقة B، ثم جاءني هذا الكسر عن طريق الانضغاط، جاءني هذا الكسر قام بقطع كل هذه الطبقات، ثم جاءني الحث من بعد، جاءت الطبقة D والطبقة F والطبقة جي، من بعد ذلك جاء هذا occlusion I، قام بقطع كل هذه الطبقات من M، بداية من M إلى J، ثم بعد ذلك بعد الحد جاءت الطبقة A والطبقة N والطبقة J، ثم في الأخير جاءت الطبقة L أفقيا على كل هذه الطبقات، وهي الأحدث من كل هذه الطبقات الأخرى. هناك مثال آخر هنا، هل هناك أحد يريد المشاركة؟ مثلا هنا ألاحظ مثال آخر، عفوا هنا أيضا مثال آخر،
يعني أجد هنا مجموعة من الطبقات، هناك التواءات، هناك دي دايك، دي سيل، دي فاي، دي فوت، هناك طبقات مائلة إلى آخره. في الأول هنا أرى أن هذا الكسر L قام L و M، L و M قاموا بقطع كل هذه الطبقات، يعني من I إلى F. يعني أقول على أن هذه L و M هما الأحدث من هذه الطبقات الأخرى، أحدث من I إلى F. يعني جاءتني الطبقة I، ثم تلتها الطبقة J، ثم الطبقة D، ثم الطبقة F، ثم من بعد ذلك جاءني هذا الكسر عن طريق الانضغاط. يعني في الحصة القادمة إن شاء الله سنرى أنواع هذا الانكسار، إن شاء الله سنرى كل أنواعه إن شاء الله، normal and adverse and decroachment and كل أنواعه إن شاء الله. يعني جاءتني طبقة I، ثم تلتها طبقة H، ثم J، ثم D، ثم F، ثم من بعد ذلك جاءني L و M الذي قام بقطع هذه الرواسب الجيولوجية. ثم من بعد ذلك أرى أن هذا جي قام بقطع كل هاته الطبقات، مما يعني على أنه هو الأحدث من كل هذه الطبقات، يعني هو الأحدث منهم، يعني هو الذي قام بقطعهم، ليس هذه من قام بقطع هذا جي، ما يسمى دايك. يعني هنا يسمى دايك، يعني هذا يعني the magmatic عندما يقوم يتبرد أفقيا مع الصخور يسمى دايك، وعندما عندما يتبرد قاطع للصخور يعني يسمى دايك، عندما يتبرد أفقيا مع الصخور يعني موازي لهم يسمى سيل، وهذا كان يسمى دي جرانيت أو غيره. يعني جي قام بقطع كل هذه الطبقات، مما يعني على أنه هو الأحدث منهم. يعني جاءتني الطبقة I، ثم H، ثم J، ثم D، ثم F، ثم جاءني هذا الكسر الذي قام بقطع كل هذه الصخور، ثم جاءني الحت لكل هذه الطبقات، الحت ل F، هذه الطبقة F و D وجزء من J في هذه الجهة، ثم تلتها الطبقة E، ثم الطبقة I، ثم الطبقة K، ثم الطبقة هنا C. لكن عندما أرى أن J يخترق كل هذه الطبقات بما فيهم I، فنقول على أنه هو الأحدث من كل هذه الطبقات، وهو يمكن أن نحدد تأريخه، يعني هو الأحدث، هو أحدث من آي، وأقدم قد يكون أقدم من كي، لأنه لم يقم بقطع الطبقات الأفقية، يعني لم يقم بقطعه. ثم من بعد ذلك جاءني الحت يعني إلى كل هذه الطبقات، أرى أن جزء من سي دي ريجيونال إيروجن، يعني جزء من سي لم يعد موجود، يعني جاءني الحد هنا، ثم في الأخير جاءت الطبقة بي هنا فوق كل هذه
فوق كل هذه الترسبات. هناك أيضا مثال آخر، هناك عدة أمثلة، هل يريد أحد مشاركة؟ على ما أظن أن كل هذه المبادئ قد تطبق على مثلا على هذا المقطع وعلى هذا، فهذا يعتبر يعني من المسلمات، أو إذا ضبطت هذه كل هذه دي برانسيبال، هذا الذي درسناه هنا ديفولت أو دي برانسيبال أوف انكلوجن أو سوبر بوزيشن أو كل هذه الخمس principle of stratigraphy، يعني إذا ضبطهم أحد يعني يعيد يقدر يعني على يقوم بالتأريخ ويقوم ب حتى الأحداث الجيولوجية التي حددت مثلا في واحد ريجيون مثلا هذه أو هذه أو هذه، في عدة يعني يقوم بتبسيط الأمور يعني تكون سهلة. So I thank you for your attention.